أيوب سليمان أحد أمراء السنغال المسلمين، ولد سنة 1701، كان أبوه الرئيس الديني وكان شديد الثراء. حفظ أيوب القرآن في سن مبكرة وتعلم اللغة العربية وأصبح يتقنها قراءة وكتابة. تزوج أيوب من امرأتين وأنجب منهما العديد من الأبناء. عندما أصبح عمره 31 سنة أرسله والده مع مترجم يدعى لومن للسفر إلى زامبيا. أثناء الرحلة سقطوا أسرى في يد تجار الرقيق، ولأنه يمنع الاتجار بالأحرار ذوات الأصول الأرستقراطية الغنية، قام تجار العبيد بإجبار أيوب على تغيير ملابسه الفخمة وإلباسه ملابس رثة، وقاموا بحلق شعره حتى يظهر بمظهر العبد. تم بيع أيوب إلى شركة في أمريكا متخصصة في صناعة التبغ تدعى رويال أفريكان، وتم رميه في مزارع التبغ يعمل تحت السياط والإهانة والتعذيب. أيوب رغم كل هذا كان متمسكا بدينه، فكان يذهب متخفيا للغابة للصلاة ثم يعود للعمل. عندما قدم له لحم الخنزير ذات مرة وهو جائع رفض أن يأكل منه. في يوم من الأيام وأثناء تأدية الصلاة شاهده أحد الأطفال فقام بإهانته والاعتداء عليه، ما جعل أيوب يشعر بالقهر والذل والمهانة فقام بالهروب، لكن تم العثور عليه وإيداعه السجن بتهمة الهروب من سيده. تم توفير مترجم أفريقي لأيوب لكي يخبرهم عن سبب هروبه. عندها قال أيوب أنه من عائلة غنية وأنه ليس من العبيد وأنه مسلم، وطلب بإرسال رسالة لوالده في السنغال. تم السماح لأيوب بكتابة الرسالة. كتب أيوب الرسالة باللغة العربية، لكن جيمس أوجري ثورب مدير شركة رويال أفريكان أخذ الرسالة ولم يرسلها لوالد أيوب، بل أرسلها لمكتب للترجمة ليجد أن أيوب قد كتب رسالة مؤثرة يتحدث فيها عن معاناته في رحلته وكيف تم استرقاقه. تعاطف جيمس مع أيوب فقرر إرساله لفرع شركة رويال في لندن ليعامل معاملة كريمة بدلا من العمل في مزارع التبغ. استطاع أيوب تعلم اللغة الإنجليزية خلال تلك الفترة، وأصبح محل اهتمام نبلاء بريطانيا للدرجة التي طلبوا منه أن يترك الإسلام ويدخل في المسيحية، لكنه أوضح أنه يرفض فكرة الثالوث الموجودة في دينهم ويرفض فكرة إيجاد صور مرسومة للإله، وأصر على التوحيد ورفض ترك الإسلام. زاد انبهارهم به عندما قام بكتابة نسختين من القرآن الكريم عن ظهر قلب باللغة العربية، ليتم وضع النسختين بعد ذلك في أحد متاحف بريطانيا. بعد واقعة النسختين ذاع صيت أيوب، فتم استدعاؤه من العائلة المالكة البريطانية للتعرف عليه، فكيف لأفريقي أسود البشرة أن يمتلك كل هذا العلم وهذه المعرفة؟ انبهرت العائلة المالكة بشخصية وعلم أيوب، فنشأت بينه وبينهم علاقة طيبة على إثرها. تم أمر رسام بأن يرسم أيوب، فطلب أيوب من الرسام أن يرسمه وهو واضعا المصحف الكريم على صدره، وتعتبر هذه الرسمة هي أول رسمة يتم رسمها في بريطانيا لرجل أفريقي أسود البشرة. أمنت بريطانيا رحلة لأيوب للعودة إلى السنغال حتى لا يسقط مرة أخرى في يد تجار الرقيق. عندما عاد أيوب لوطنه كانت الصدمة، فقد وجد والده قد توفي وإحدى زوجتيه قد تزوجت غيره بعد أن اعتقدت أن أيوب قد مات. بل والأكثر إحباطا لأيوب أن القوات الفرنسية كانت قد دمرت مدينته ودمرت السنغال. وعندما وجدت القوات الفرنسية أيوب قامت بسجنه بتهمة إنشاء علاقات مع عدوتها بريطانيا آنذاك. أيوب خرج بعد عام من السجن وتذكر صديقه المترجم لومن الذي كان قد أسره تجار الرقيق من قبل أثناء رحلتهما سويا إلى زامبيا، فأرسل إلى أصدقائه النبلاء في بريطانيا يطلب منهم البحث عن لومن والإفراج عنه. وبالفعل بعد محاولات مضنية تم العثور على لومن وإعادته للسنغال. أصبحت قصة أيوب تطوف دول أوروبا وأمريكا بعد أن خلف وراءه أول مخطوطات كتبها بخط يده دون فيها معاناة العبيد، ليصبح أيوب واحدا من أهم وأقدم المؤرخين الذين كتبوا وتميزوا في أدب الرقيق، ولا يزال الأفارقة إلى الآن يعترفون بدوره في تسجيل جرائم الغرب في القارة الأفريقية بحروف عربية احتفظوا بها في أهم متاحفهم. توفي الأمير السنغالي أيوب سنة 1773 بعد أن خلف وراءه سيرة عطرة يتذكرها المستعمر كما يتذكرها أهل أفريقيا.